بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي فيصل أحمد إسماعيل، مدرس اللغة العربية من مدارس من مجمع الكويتي الخيري، ودرسنا اليوم ومادة اللغة العربية الصف الخامس، والموضوع الذي سنتناوله إن شاء الله هو الفعل وأنواعه. وكما نعلم أن الفعل هو حدث مقترن بالزمن، أن الفعل هو حدث مقترن بالزمن وله ثلاثة أنواع وها هي أنواعه، فانتبهوا معي. الأمثلة: أولا، القسم الأول من الأفعال الفعل الماضي، وأمثلته بكر، وليد، وباسم، إلى المدرسة. بكر هو فعل ماضي يدل على حدث وقع قبل الزمن التكلم. هذا وليد وباسم، معناه بكر أي ذهب إلى المدرسة قبل الزمن الذي نتكلم فيه. ومثال ثاني للفعل الماضي: قسم المدرس بينهما، بين وليد وباسم، الطابور، طابور الصباح، قسم بينهما المدرس. فهذا الفعل الملون فكر وقسم نوع من أنواع الفعل، وهو فعل الماضي. النوع الثاني من أنواع الفعل الفعل الماضي، ومثاله يطلو وليد، صورة الشرح. يطلو فعل مضارع، يلقي باسم موضوعا عن النظافة. ويشترط في الفعل الماضي، أن يبدأ بحروف أنيت، نيت. الفعل المضارع لا بد أن يكون مبتدئا إما بهمسة أو بالنون أو بالياء أو بالتاء. كل فعل مضارع يبدأ إما بالهمسة وإما بالنون وإما بالياء وإما بالتاء. فهذان الفعلان بدأ بالياء، يطلو ويلقي، هذان هما فعلان مضارعان. والفعل الثالث من أنواع الأفعال الفعل الأمر، كما سنأخذه في القاعدة هو فعل يطلب، من المخاطب فعله، أن يفعل به بعد، لسه ما وقع. الفعل الماضي كان في الزمن الماضي، وفعل المضارع هو في الزمن الحاضر أو المستقبل، أما فعل الأمر فهو فعل يطلب به حدوث عمل في الزمن مستقبل. الأمثلة: قال المدرس لوليد وباسم: يا وليد اقرأ. قراءة صحيحة، كان يقرأ سورة من القرآن. فقال له المدرس: يا وليد اقرأ، الفعل الأمر اقرأ. ويا باسم اجعل كلامك واضحا، فاقرأ واجعل فعلان أمران يطلب منهما فعل ما شيء. القاعدة: موضوعنا أولا الفعل، نتعرف ما هو الفعل، وبعدين نأخذ أنواع الفعل. أولا الفعل، ما هو الفعل؟ هو كل كلمة تدل، حدوث عمل، بمعنى حدوث
عمل حدث في زمن خاص، هذا هو تعريف الفعل، وليس تعريف فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل أمر. تعريف الفعل، لو قلنا ما هو الفعل، عرف الفعل، نقول كل كلمة تدل حدوث عمل، حدوث حدث في زمن خاص. في زمن خاص، خاص إما يكون ماضيا كما سنأخذه، وإما يكون مضارعا، وإما يكون أمرا. هذا هو الفعل، لو قيل لك ما هو الفعل، ها هو تعريفه. وأنواع الفعل كما قلنا ثلاثة، أنواع الفعل ثلاثة. الأول الفعل الماضي. ما هو الفعل الماضي يا طلبة؟ هو كل كلمة تدل على حدوث عمل في زمن الماضي. الفعل الماضي هو فعل وقع قبل زمن التكلم، عندما أتكلم الآن أشرح درسا، فقبل ما وقع هذه الدقيقة نقول هو فعل ماضي. والفعل المضارع كل كلمة تدل على حدوث عمل في زمن حاضر. الآن أشرح الدرس، فهذا الشرح أو هذا الفعل الذي أقوم به هو فعل مضارع وهو حاضر أو المستقبل. الفعل المضارع إما يدل على الحدث في الوقت الحاضر، وإما يدل على ما سيقع بفعل ولسوف يعطيك ربك ولسوف. ولسوف يعطيك يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك، هذا فعل مضارع، ولكن لا يدل الآن، لا هو ليس حاضر، إنما في المستقبل. الفعل المضارع كل كلمة تدل على حدوث عمل في زمن حاضر أو في زمن المستقبل. والنوع الثالث من الأفعال هو فعل الأمر. ما هو الفعل الأمر؟ تعريفه كل كلمة تدل على عمل يطلب حدوثه، وما يطلب أن تفعله الآن وما بعد. ما هو فعل الأمر؟ كل كلمة تدل على عمل يطلب حدوثه بعد الزمن التكلم. عندما أتكلم الآن، لو قلت لك افتح الكتاب، اقرأ الدرس، اكتب الدرس، دعي عن الكلام، فهذه الأفعال أمر يطلب منك حدوث شيء بعد الزمن المتكلم. الإنسان الذي يتكلم معك عندما يطلب منك شيء، فهذا الشيء الذي طلب منك نقول هو فعل مضارع، فعل أمر. خلاصة الكلام، خلاصة درسنا هو الفعل، ما هو الفعل وما هو أنواعه. ونقول الفعل هو حدوث، كل كلمة تدل على حدوث عمل في زمن خاص، وأنواعه ثلاثة، وها هي الأمثلة. هذان مثالان لفعل الماضي، وهذان مثالان لفعل الأمر، لفعل المضارع، وهذان المثالان لفعل الأمر. ونطلب منكم أيها الطلبة أن تحلوا هذه الأسئلة، وهي أسئلة بسيطة إن شاء الله. قيل تخير، بمعنى اختر الفعل المناسب من بين الأقواس. عندما فهمت الكلام المكتوب فيه هنا، إما أن تختار هذا الفعل وإما أن تختار هذا الفعل. ماذا قيل لك؟ قراءة فاضي، السمك في الماء، أي فعل يناسب؟ يطير أو يعيش، أيهما نختار؟ هل نختار يطير أو نختار يعيش؟ هنا فاضي، الدائرة في الجو نزلت أو ارتفعت،
أيهما نختار فعله؟ نزلت أو ارتفعت؟ العصفور فوق القصن سار أو قرد؟ أيهما نختار؟ سار وقرد. على الصبورة أكتب أو يقف؟ إلى مساعدة المحتاج، ابتعد أو أسرع؟ إلى مساعدة المحتاج أو ابتعد؟ إلى مساعدة المحتاج. وبهذا القدر نكتفي درسنا، ونشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.